قال: أهلا مبروك، مين حضرتك؟ سعيد؟ سعيد مين؟ سعيد في عينك. هو انت الناس اللي كنت عندهم قبل كده ما علموكيش تقولي استاذ؟ انت هتفضلي واقفه لي كده؟ ايوه سعيد. بقول لك ايه يا ناهد، انا هتغدى بره النهارده، يعني ما تستنونيش على الغدا. بلاش شغل الجنان بتاع كل مره ده. يعني انت هتتغدى فين يا سعيد؟ لا انا مش بسال، انا بس بطمن يعني. طب بقول لك ايه، انت ما ركبتش الصبح عربيه الشركه ليه؟ وبعدين معاك يا ناهد. الله، اقول لك تور تقول يحلبوه. انا الحق عليا اللي قلت لك اني هتغدى بره. يلا مع السلامه. كان على الاقل قال لي هيرجع امتى. هو مين يا ست هانم؟ بصي، عشان تكملي معانا هنا في البيت في حاجتين مهمين لازم تعرفيهم. لا تسألي ولا تحشري نفسك في أي حاجة، واضح؟ انت شغاله جديده؟ ايوه يا استاذ. اهلا مين يا مبروكه؟ السعيد جاز تاني. ايه ده بجد سعيد جاي؟ اهو استاذ حضرتك. ده الاستاذ مسعد ابني، التاني الاستاذ سعيد جوزي. انا مش لسه مفهماكي؟ مسعد ولا سعيد ده حاجه مخرج. لا حاجه ثالثه كمان، الا البرطمه تبقى كده. انما يعني انت ايه اللي جابك بدري؟ كان عندنا محاضره بقى والدكتور اعتذر. تصور ان ده من حظي، اصل انا النهارده عازمه طنطك تفيده وبناتها. يا رب يخليك بقى يا مسعد، ارسالي يا حبيبي على واحده فيهم. يو بقى يا ماما، يا ماما دلوقتي انا عندي بكالوريوس وعايز اذاكر، وبعدين بقى ما ارجع نبقى نتكلم في الموضوع ده. ترجع منين؟ ما انت لسه جاي من بره. ما انا نازل عندي محاضره. محاضره ايه يا ابني؟ ما انت لسه جاي من المحاضره. ما هو انا كنت في المحاضره وبعدين الدكتور مشي، فانا جيت اخد حاجه وهرجع بقى تاني للدكتور. دكتور ايه ومشي؟ ايه الكلام الملخفن ده؟ واحنا ما كناش في جامعه ولا ايه؟ جامعتنا غير جامعتكم. طب مش مشكله، انت هتغيب قد ايه؟ لا انا قدامي بتاع ساعتين ولا حاجه. ولا يهمك، أخر الغدا ساعتين. استنى يا اسطى رضا، هو سعيد بيه لسه ما نزلش؟ سعيد بيه مش فوق، ده اتخانق مع المدير بتاعه وشتمه وساب الشركه وخرج. يعني مش راجع الشركه تاني؟ علمي علمك بقى. لا حول ولا قوه الا بالله، بقى الراجل القمه للسكره ده اتعمل فيه كده؟ هو ايه اللي حصل يا استاذ بيون؟ يعني ايه رايك في النيو لوك الجديد بتاعي؟ مش ممكن. انت ليه عملت في نفسك كده يا سعيد؟ انا بحاول ابقى انسان جديد، ايه رايك؟ للاسف
بيت انسان معرفوش. بكره تتعودي. عارفه يا عبله، انا نفسي لسه ما تعودتش على شكلي الجديد. انت دلوقتي عجبك شكلك؟ يعني شايفه مش بطال، يعني على الاقل شكلي الخارجي صغري 20 سنه. يا ريتك فضلت على شكلك الاولاني. ليه بقى؟ لانك بشكلك ده ما بقتش الراجل اللي كان في خيالي. الراجل اللي كان في خيالك؟ الراجل الكئيب العجوز ابو شعر شايب اللي ما بيخلعش جاكيته وكرافته ابدا، واللي حياته امبارح زي النهارده زي بكره، وسايب عمره يتسرب من بين ايديه وهو واقف مستسلم. ده رايك انت، انما بالنسبه لي انا كان انسان مختلف عن غيره، انسان كل الناس بتحبه وبتحترمه، انسان اي ست في الدنيا تحس معاه بالامان. لكن للاسف انت بشكلك ده بقيت شبه ناس كتير بشوفهم في كل مكان من غير حتى ما يلفتوا انتباهي. طب مش ناكل عشان نلحق السينما؟ لا مش هقدر. مش هتقدري ايه؟ مش هقدر اتغدى ولا ادخل معاك السينما. احنا مش متفقين في المكتب؟ معلش، اصل انا عندي ميعاد مهم وكنت ناسياه. عن اذنك. يا متر. عمري يا فندم. هات لي المنيو. تحت امر حضرتك. تحب تشرب حاجه يا فندم؟ هات لي عصير برتقال. عصير برتقال حاضر. فريش بس. فريش يا فندم. حاضر فريش. هي المدام مش راجعه تاني حضرتك ولا ايه؟ مدام مين؟ المدام اللي كانت قاعده مع حضرتك هنا. لا مش هترجع. مش هترجع. اهلا وسهلا بحضرتك. فريش يا فندم. ها؟ فريش حاضر. واحدة داخلة مطعم لوحدها تبقى داخلة عشان تلاقي حد تشتغل عليه. معقول يا منير؟ ما انت فاكر ايه بس يا سعيد؟ فاكر ايه؟ لا يا سعيد لا، للأسف انت ما عندكش خبرة خالص. انا مش عارف انت ليه اتسرعت واتجوزت بسرعة كده. مش انا اللي اتسرعت، امي اللي اتسرعت. طب معلش بقول لك ايه بقى، انت تفضل قاعد معايا لحد الساعة 9، هتشوف صاروخ جمال الارض جو عمرك ما شفته. بس انا مش هقدر اتأخر، قلت لمراتي ان انا جاي اوصيك على الواد قريبها ده اللي مقدم عندكم في البنك. بس هقدر استنى معاك شوية. لكن هي هتيجي 9:09؟ المنيو اتفضل حضرتك. هي دايما بتبتدي بالمزارات اللي من تحت لتحت لحد ما تعرف وتتاكد اذا كنت خدت بالك منها ولا لا. يعني هي اللي بتبتدي؟ امال هي داخل الريستوران ليه يا سعيد؟ بس يا منير كده يعني عدم مؤاخذه تبقى من اياهم يعني. لا لا مش شرط يا اخي، ممكن تكون واحده رمله، واحده جوزها طلقها، واحده ما اتجوزتش لاي سبب من الاسباب، اللي زي دول حياتهم بتبقى فاضيه خصوصا لو ما عندهمش اولاد. طب بعد كده بتعمل ايه؟ وعايز تعرف ليه يا سعيد؟ مش من شويه كنت بتقولي انك راجل متجوز مالكش في الحاجات دي؟ يعني الواحد ياخد فكره بس. وعايز تعمل ايه بالفكره يا سيدي؟ زي الواحد لما بيشتري كتاب يقراه من باب العلم بالشيء. سعيد انت ما بتزهقش من حياتك دي؟ بصراحه منير يعني مفيش حياه سعيده على طول، اوقات بحس بالملل. بس الف حمد والف شكر. ها وبعدين؟ انت الظاهر من النوع اللي بيحب يسمع شغل تليفونات يعني. يلا يا عم الواحد يكسب فيك ثواب. في عالم السيدات انت استاذنا مثلنا الاعلى. شوف بقى يا سيدي، بعد النظرات اللي من تحت لتحت تبص لها بصه مشجعه، وراها او معاها ابتسامه حلوه. اذا ابتسمت لك على طول تروح مشاور لها بطريقه ما حدش ياخد باله منها علشان تيجي تقعد معاك، وهتسلم عليك الاول. يا اما هتشاور لك هي علشان تقوم انت تقعد معاها، ولازم تسلم عليها الاول. وبعد السلام يحصل ايه؟ هيحصل يعني ايه يا سعيد؟ ما خلاص انطلق انت بقى، سيب ايدي يا سعيد.
تحب ارشح لحضرتك اكله معينه؟ هات لي هي المدام طلبت ايه؟ انهي مدام يا فندم؟ المدام اللي قاعده هناك دي. طب تحب اجيب لحضرتك البرتقال الفريش اللي طلبته ولا اجيب لك زي المدام ما بتشرب؟ هي بتشرب ايه؟ المدام بتشرب نبيد يا فندم. لا لا استغفر الله العظيم، هات لي بيره. بير من غير كحول. من غير كحول؟ حاضر يا فندم. بيره من غير كحول. تحت امرك. بشيء تاني يا فندم؟ لا متشكر، بس يا ريت بسرعه بقى. حاضر يا فندم، تحت امرك. فريش ها؟ فريش. حاضر. بعد النظرات اللي من تحت لتحت تبص لها بصة مشجعة، وراها أو معاها ابتسامة حلوة. يخرب عقلك يا واد يا منير، ده أنت مذاكر. يا منير ودتني في داهية، دي راحت تشتكيني. مش معقول، أما فرصة جميلة بشكل. فينك من زمان ما حدش بيشوفك؟ أنا موجود. إزيك؟ إزيك أنت؟ فرصة سعيدة. اتفضلي. معلش كان لازم أعمل كده عشان ما حدش ياخد باله. طبعا. الناس بقت وحشة قوي. ماما، إحنا مش هنتغدى ولا إيه؟ الاكل لسه ما استواش. انا جوعت قوي يا ماما. ماما ما تقولي لها تعمل لنا تصبيره. وبعدين بقى ايه، هتفضحوني؟ جايين عشان تاكلوا بس، جايين ليه؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا. ازيك يا توت؟ ازيك يا نهى؟ وحشاني يا توت. انت كمان يا حبيبتي، وحشاني قوي. ازيك يا روح؟ الحمد لله. زيكم يا حبايبي. لا والله ما انتوا قايمين. لا يا حبيبتي، استريحوا. اهلا. ده انتوا والله لو ما كنتوش جيتوا انا كنت هزعل قوي. امال اسم الله عليه مسعد والاولاد فين؟ هو مسعد في ثانيه هيبقى هنا، هو جاي في السكه عنده محاضره مهمه قوي. والبنات في ثانيه هيبقوا في السكه برضو عندهم محاضرات مهمه قوي. اهلا. قولي احبك. في حاجة يا مسعد بيها؟ حاجة ايه؟ اصل شايفك قاعد مستني، قلت يبقى اكيد مستني حاجة. وافرض يا اخي مستني حاجة، انت عايز ايه؟ خلاص، ما دام محتاج حاجة انا اجيبها لك. لو محتاج حاجة بقى كنت قلت لك. هو في حاجة؟ يا اخي مفيش حاجة، شوف وراك ايه، انت اتكل على الله. انت عايشة مع حد؟ عايشة عند اختي شوية وعند عميتي شوية. يعني مالكيش شقة خاصة؟ عندي شقة طويلة وعريضة، لكن بحس فيها بوحدة ما بتصورهاش، عشان كده دايما بهرب عند اختي شوية وعند عميتي شوية. انت ما فكرتيش في الجواز تاني؟ صراحة مش عاوزة. ليه مش عاوزة؟ اولا هيقطعوا عني معاش جوزي، وده معاش كبير قوي. وبعدين اللي اضمن مني اللي هيتجوزني ما يبقاش طمعان في القرشين والشقة اللي عندي. لو بيحبك بجد هيبقى غير اللي انت بتقوليه. وانا اضمن منين بقى انه بيحبني؟ اللي في جمالك ورقتك هتلاقي كتير يحبوها. اوام كده حكمت عليا؟ انت ليه مش واثقه في نفسك؟ يعني انت انا معجب بيك من اول نظره. شوفي، انا اول ما شفتك لفت نظري، بس لما قعدت وكلمت معاكي عجبتيني بجد. ميرسي قوي. ممكن اخد نمره تليفونك؟ لا، انا اللي هاخد رقمك. طب وانا هعرف اكلمك ازاي؟ انا اللي هكلمك، اصل اغلب الاحيان بيبقى قاعد عندي اختي وجوزها، وهم عارفين ما عنديش علاقات مع حد. يعني انت مالكيش اي اصحاب ستات؟ لا، عندي واحده بس واختي عارفاها. ده الكارت بتاعي، بلاش نمره البيت، كلميني على الموبايل احسن. الله، اسمك جميل قوي. سعيد، مسعد، ابو سعد. ياه، اسم كله تفاؤل. ده انا مش هسيبك ابدا. بيقولوا من جور السعيد يسعد، ودول ثلاث سعداء. ومع ذلك انا انسان مش سعيد. ليه؟ مع انك جنتي وطيب وحبوب قوي. موضوع نتكلم فيه بعدين. يا الوقت جري بينا. ايه انت وراك ايه؟ اختي وجوزها مستنياني على غدا. لا غدا ايه، احنا رايحين مشوار مهم.
يعني لازم تروح المشوار ده؟ لو علي انا مش عايزه اسيبك ابدا، وبعدين احنا ياما بكره نتقابل. يعني هستنى منك تليفون. انت بكره وراك حاجه؟ انا تحت امرك من دلوقتي. خلاص يبقى هكلمك بكره. ايه ايه انت بتعملي ايه؟ هدفع حسابي. عيب ما يصحش. بس ده كتير قوي يا سعيد بي، اصل انا كمان ما دفعتش حساب امبارح. تصور بعد ما جيت واكلت اكتشفت ان فلوسي في البيت. عملوا معاكي ايه هنا؟ لا ما هم هنا عارفيني، باجي هنا كل يوم والتاني، والا كان هيبقى شكلي صعب قوي. خلاص اعتبري حساب امبارح كمان الدفعه. مش عارفه اقول لك ايه. تقولي لي هشوفك بكره الساعه كام؟ هكلمك بكره الساعه 1. كويس الميعاد ده؟ عظيم وجميل. انت مش محتاجه. ميرسي. بس ايه رايك بقى في المحل ده؟ ده اجمل محل كلت فيه في حياتي. اقول لك باي باي بقى؟ ايه مش هوصلك؟ لا ما حبش حد يشوفنا واحنا خارجين مع بعض المحل. اوكي استنى تليفوني. اوكي ما تنسيش. اوكي الساعه 1 اهي. ايزي. يا متر تحت امرك يا فندم. اوه ايه كل حساب الهاني معانا انا برضه. ده من ذوقك يا فندم. تحت امرك. ميعادنا بكره الساعه 1. ايه موسى قاعد عندك بتعمل ايه يا ابني؟ بلاوي فوق. بلاوي؟ بلاوي مين؟ هيكون مين يعني؟ هو في غيرهم؟ ده في ده فاميلي. قصدك الكبر الثلاثة؟ وإيه يعني ما طلعتش ليه؟ ماما يا ستي عايزاني أختار واحدة منهم النهاردة عشان أتجوزها. ويا ترى بقى أنت ناوي على مين فيهم؟ إيه النصاحة دي؟ ما أنا لو ناوي على حد فيهم ما كنتش فضلت قاعد هنا. يعني إيه؟ هتفضل مذنب نفسك كده؟ هعمل إيه يعني؟ إيه اللي تعمل إيه دي؟ ما اما بقى تطلع فوق وتستلقى نصيبك، يا اما تروح تقعد في مكان هادي كانك اتاخرت في الجامعه لحد بقى ما هما يزهقوا ويمشوا. انا هعرف منين انهم مشيوا؟ ودي عايزه فكاكه هديك مزدكوه. اهلا اهلا اهلا. يا دي النور يا دي النور، منوره يا توتا. اهلا بيكي يا نونا. تسلمي لي حبيبتي. ماما انا عايزه اروح. ليه يا حبيبتي تروحي؟ ما احنا عايزين من بدري يا طنط. ما احنا لسه يا روح طنط هنتغدى سوا. هو انتوا بتتغدوا الساعه كام يا حبيبتي؟ ده الاكل خلاص على النار. اصلك يعني قلتي لي الولاد هيجوا بعد ثانيه وفات 60 ثانيه ولسه ما جوش. ده انا هقوم استعجلهم حالا دلوقتي، هيبقوا هنا في ثانيه برضو. على فكره يا ماما شكلهم كده مش طابخين حاجه النهارده. انا قلت لك نتغدى في البيت احسن. ما انا مأكلكوا في البيت. ايه ما بتشبعوش ابدا؟ وبعدين طنط لها دي العزمان. ماما انا هفتنه وحسن هيغمى عليا من الجوع يا ماما. اهلا 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 يا حبيبتي. يا دي النور يا اهلا يا روح. وحشني يا توت. أهلا. والله وحشني يا توت. انت كمان يا روح. اهلا اهلا. انت هتفضلي قاعده كده؟ طب اعملي حاجه للناس وتجيبي معاه. ما انا قدمت له كل اللي كان في الثلاجه. ما تحسك انت صبره. ما انا قدمت لهم كل اللي كان في الثلاجه. اعملي اي حاجه ثانيه، اي حاجه قدميها لهم تلهيهم. هما مين دول يا ستاني من الناس اللي بره؟ انتي مالك؟ انتي مالك؟ يا ساتر يا رب، هما عاملين زي المفاجأة كده ليه؟ انتي اللي اخرك كده. معلش يا ماما اصل انا كان عندي ورشة. ورشة ما اشوف اخرة الورشة دي هتبقى ايه؟ ادخلي سلمي على طنط تفير. عايزة كده كده. اهلا يا طنطة فيدة. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا ازيك يا فاطمه؟ افتكرتك مسعد. ازيك يا شوقيه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه يا ألفت؟ كويسه؟ ازيك يا كمالية؟ اخبارك يا كمالية؟ ازيك يا كمالية عامله ايه؟ قولي لي يا حبيبتي مسعد ما جاش معاكي ليه؟ انتوا مش نفس الكليه؟ لا يا طنط انا في هندسه عين شمس ومسعد في القاهره، بعدين هو في قسم عماره وانا في قسم ميكانيكا. ميكانيكا؟ يا حبة عيني هتشتغلي ميكانيكيه؟ ليه البهدله دي؟ تقولي ايه بقى يا طنط؟ معلش اصل انا ما جبتش مجموعه في ثانويه عامه فقمت دخلت هندسه. شفتوا؟ احمدوا ربنا بقى انكم ما دخلتوش الجامعه. كان زمان كنت مقدتوا زيها كده يا حبة عيني واشتغلتوا ميكانيكيه ونمت تحت العربيات تصلحوها. مامتك عايزاك يا ست فاطمه. حاضر انا جايه وراكي. تسلم ايديك يا مبروكه فاطمه.
اهلا اهلا يا فندم. اهلا بيك يا حبيبتي. عن اذنك اتفضلي. ما تشرب. انا بطني اتملت مي. يظهر هو ده الغدا يا ماما. يا بنتي اصبري يا حبيبتي، ولادها خلاص ابتدوا ييجوا. ايه القرف ده؟ مصر ايه ده؟ ده باين عليه حاجه حمضان يا ماما. ده باين له شيح. اخوك فين دلوقتي؟ اكيد في الكليه يا ماما. جاء لي محاضره واحده وراجع. طب حضرتك ما كلمتوش على الموبايل؟ كلمته ما بيردش. يبقى اكيد المحاضره ما خلصتش. خلاص حاولي معاه تاني. بقى شويه صغيرين الست يعني مغسله. امال بقيت اللي في الدور راح فين؟ ما انا قدمتهم. يخرب بيتك انت سقتيهم شيح. يا خبر، انت قدمت لهم الشيح بتاع بابا؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ والنبي يا مدام ما تعمل لي حاجه، ده انت عبيط. حبك بص، ده انا هموتك هموتك. مش وقت يا ماما، حضرتك دلوقتي الحقيهم قبل ما يشربوه. يا دي النور يا دي النور. ايه دي النور؟ نور ايه؟ نور ايه يا حبيبتي؟ حمى فين؟ حمى فين؟ ما انت عارفه يا تفيده هناك اهو. هناك ايه؟ مفيش واحد قريب؟ اتعودتي. مفيش حمام تاني يا ماما؟ يا حبايبي والنبي ادخلوا انتوا الحمام الكبير وسيبوا ماما الحمام الصغير. يا لهوي، منك لله يا بعيدة، منك لله يا بعيدة. ازيك يا مديحة هاني؟ مين؟ مش معقول سعيد. اتفضل. ايه بتشبهي عليا؟ تصور اني ما عرفتكش، ده انت صغير تيجي 20 سنة. 20 سنة بجد؟ اتفضل اتفضل. بس تعرف، برافو عليك. مش كده احسن؟ طبعا احسن. امال محسن فين؟ ما انت عارف انه لازم ينام بعد الغدا. ايه الوخم ده؟ حد ينام بالنهار؟ امال بالليل يعمل ايه؟ ولا انتوا من بتوع الليل واخره؟ ايه الكلام الجديد ده؟ طب دي نايت بتقول ان انت برضو لازم تنام بعد الغدا. كان زمان، دلوقتي مفيش نوم، في حياه، في نشاط. جوزك ما بقاش ينفعني، انا هنزل وارجع لكم بعد شويه. بعد شويه ده ايه؟ ده احنا ما بنصدق نشوفك، كلها ربع ساعه وهيصحى. مين؟ ولا ربع ساعه ولا نص ساعه. ايه ده؟ سعيد؟ مش ممكن. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ نيولوك. نيولوك؟ وكمان عرفت نيولوك؟ يا ابني احنا مش متفقين نتقابل كل جمعه عند منير؟ هو حد قال لي تعالى وانا قلت لا؟ طيب وش معنى منير صاحبكم ده؟ ما تيجوا تقعدوا هنا وانا اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. اصل منير عازب، وقلنا يعني ما فيش حد عنده نضايقه يعني. طب ما انت عارف يا سعيد، هو في حد في البيت غيري انا ومحسن؟ بقول تعمل لنا الشاي يا مديحه بقى وتجيب لنا معاه اللازم منه. ايه اللازم منه؟ يعني الكنافه والكيك والحاجات الجميله بتاعت مديحه دي. لا لا اعفيني من الحلويات. هنبقى نعفيك بعدين، بس الاول جرب حاجات مديحه. بص انا هحط كل حاجه قدامه وهقعد اتفرج وهشوف هيعمل ايه. طبعا الزياره دي مش لوجه الله، اكيد وراها موضوع. طبعا اكيد. استني واحده. موضوع جمال. جمال ما شفت ازايه؟ جسم ولا المانيكان؟ حيلك حيلك، وضح حسك شوية. ايه شفتها فين دي؟ في المطعم. انا كان عندي معاد مع واحدة تانية زوغت مني، بس ساعتها شفت التانية اللي بقولك عليها دي، قلت الحمد لله ان الاولانية خدتها من قصرها ومشيت. يعني افهم من كده انك انت كنت رايح تقابل واحده فشبكت في واحده تانيه انقح من الاولانيه؟ يا سلام يا جدني نباتك. قصدي يعني انت بتفهمها وهي طايره. انت عملت كده؟ ايوه يا اخي عملت كده. سعيد انت قبل ما تجيلي هنا شربت حاجه؟ ايوه شربت بيره. قول لي كده بقى. بس من غير كحول. يعني عايز تفهمني ان سعيد مسعد ابو السعد جوز ناهد بنت خالي فجاه بقى دون جوان؟ تصور انا بقيت دون جوان، هقابله بكره وبعد بكره. سعيد انت معاك نمره مستشفى المجازيب؟ انت مش مصدقني؟ طب تعالى معايا وشوف بعينيك. انا مستعد اصدقك بس على شرط تقول لي ايه اللي غيرك كده فجاه. هقول لك. اليومين اللي فاتوا حسيت اني كنت دافن نفسي بالحياه، وان جزء كبير من عمري ضاع اوانطة، قلت انقذ الجزء اللي باقي. وانت فاكر لما سبقت شعرك وحلقت شنبك ولبست المزركش وعرفت واحده تانية كده تبقى اتغيرت؟ يا عم محسن احنا في اول الطريق، التغيرات الكبيره قادمه. ايه ناوي تعمل ايه تاني؟
هتغير اسمك؟ بلاش تفاهة. طب انا استنى. مش هتصدق اللي انا هقولك عليها دلوقتي. مصدقش ليه؟ اللي يشوف اللي انت عامله ده لازم يصدق اي حاجة. فاكر البنت اللي كنت هتجوزها قبل نهد؟ ايوه، اللي كانت ساكنة قصادكوا دي ومعرفش سافرت الخليج باين. رجعت من الخليج. بس ايه يا محسن؟ زي ما هي قمر. ايوه بس دي متجوزة. ما هو اتكل. ايه طلقته؟ الحقيقة اللي طلقته مات. ويا محسن انا حسيت يعني انها ما نسيتش الحب القديم. لا 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 ده انت مش بس دون جوان، ده انت في ظرف كام يوم بقيت كازانوفا كمان. الاسم ده مش غريب عليا. مين كازانوفا؟ هو واحد فلاتي برضه بس اشد شويه من دون جوان. محسن قفل قفل قفل. وانت اخبارك ايه دلوقتي يا سعيد؟ والله زي ما قلت لك يا محسن، اهو انا ما برضاش اجي بقى عشان ما تعبكيش كده. بس انت تعالى ومالكش دعوه. سكرك ايه؟ لا لا مفيش داعي للسكر ما دام في حلويات. المهم كنتوا قاعدين بترغوا في ايه؟ لا ابدا، اصل كنت انا وسعيد بنتكلم يعني عن واحد صاحبنا اتغير فجاه وبقى شخص تاني. اه قصدك على اللي قاعد قصادنا ده؟ الا صحيح يا سعيد، انت ايه اللي ملخبط كيانك كده؟ انتوا ما درتوش؟ مش عبد العظيم بيه حمايه عايز يتجوز؟ حضرتي السفره؟ ايوه استاذ. طيب طلعتي المعلق والشوك والسكاكين بره؟ حطيت سكينه واحده لازمتها هي السكاكين الكتير، هما يتخانقوا مع بعض. طلعي السكاكين زي ما قلت لك. حاضر يا استاذ. الناس اللي جابوا الاكل دول الناس اللي بره هيغمى عليهم الجوع. شفتي عمال اخوكي لسه ما جاش لغايه دلوقتي؟ يا حبيبتي يا حبيبتي ننقذ نومنا من اللي بره دول الاول. على فكره السعيد عمره ما اتاخر، كل يوم بيرجع بدري من الكليه. بابا انت كمان اللي هيرجع من الكليه. يا بنتي سيبك منها، دي تايهه. روحي اعملي اللي قلت لك عليه. حاضر استاذ. العزومه دي كلها معموله عشان خاطر اخوكي اللي ما جاش لغايه دلوقتي. حضرتك كلمتيه على الموبايل؟ قفله. يا جميل ما تقلقش زمانه جاي. عارفه يا استاذ اكيد اكيد السعيد مش عاجباه ولا واحده. خدي الصينيه دي طلعيها بره. حاضر. يا ساتر عليكي مخلوقه. ماما هو بابا ليه اتاخر؟ يا حبيبتي ما هو ده بقى الطبيعي بتاعي. العيال يا ست هاني فين؟ حطيت الصينيه من هنا على الترابيزه والجماعه اللي جوه هجموا عليها ومسحوها مسح. منك لنا يا بعيد. يا ماما دول مفاجيع قوي. يا بنات مكسوفين ولا ايه؟ لا لا ده انا معرفش ان اكلتكم ضعيفه كده. اه ده يعني انتوا في بيتكم. ايوه يا موسى انت اديتني ماس دكول؟ لا لسه قاعدين بره، دول بقى لهم ساعه نازلين اكل. تصور يا موسى خلصوا على اكل البيت كله وده وقته. بقول لك ايه، انت تجيلي بسرعه وتجيبي معاكي فلوس. ايوه طيب ما بهزرش، ما تاخريش عليا. وبقول لك ايه، اوعي ماما تعرف اني جايه لي. طيب ماشي اوكي باي. طموح حضرتك باي حاجه تانية؟ لا متشكر قوي. اجيب لحضرتك الحساب؟ لا حساب ايه؟ هاتيلي شاي. تحت امرك يا فندم. حساب؟ ما مش فاهم حاجه. مبروكه هاتي. مبروكه. ايوه يا ست فرحي. جماعه لسه قاعدين بره؟ هم راضيين يقوموا ودخلوا الاكل بتاعي. هتفتح لنا؟ اسمعي بقول لك ايه، نادي على ليسا، نادي على ليسا بسرعه. اعمل ايه دلوقتي؟ بتفورك يا ماما؟
عايزه ايه؟ قبلني ماما، مش عايزه حاجه. امال بتقولي المبروكه تنده لك اختك ليه؟ ما تسيبيها قاعده مع الناس، هو انت ولا منك ولا كفايه شرك؟ معلش يا ماما، بقول لحضرتك ايه؟ ممكن بعد اذنك عايزه 30 جنيه. عايزاهم تعملي بيهم ايه 30 جنيه؟ اصل في واحده صاحبتي مزنوقه قوي في فلوس وانا وعدتها ان انا هديها المبلغ ده. طب وماله؟ الناس لبعضها، وانتي نازله الصبح انا هديكي 30 جنيه مش رايحه الكليه. لا الصبح يا ماما، دي تبات في الاسم. انتي مصاحبه ارباب سوابق؟ لا يا ماما، انا مش قصدي اسم البوليس، انا قصدي قسم الميكانيكا اللي عندنا في الجامعه، اصلها كسرت اسطوانه ومفروض تدفع ثمنها النهارده. طب وانتي هتنزلي تجيبي لها دلوقتي وتسيبي الناس اللي قاعدين بره؟ ليه يا ماما؟ هما مش هيمشوا؟ لا طبعا مش هيمشوا، قلت لهم استنوا لما اخوكي يجي. لا ما هو مش جاي. وانتي مين اللي قال؟ هو يا ماما كلمني في التليفون وقال انه هيتاخر شويه في الجامعه علشان عنده ندوه مهمه ولازم يحضرها. هيفضل طول الوقت ده من غير اكل؟ طب يبقى يقابلني لو فهم حاجه في الندوه هيقعد طول الله في برسيم. لا ما هو كان يا ماما. كان؟ ايوه. لا يلا ربنا معاه بقى. انا عايزاكي وانتي نازله تبصي على عربيه الست اللي جنبنا تشوفيها واقفه تحت ولا لا. انا مش فاهمه يا ماما، هو حضرتك مهتميه بيها كده ليه؟ نفسي مره اقول لكم على حاجه ومحدش يسالني ليه. طب اشمعنى بقى يا ماما لما طلبت من حضرتك ال 30 جنيه سالتيني انت عايزاهم ليه؟ انا اسفه، اصل انا بتجاوز حدودي، اصل الروس اتساوت. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ انا عملت حاجه؟ ما قالكيش ولا ايه؟ اصل ماما كانت تعبانه شويه وما كانتش هينفع اسيبها لوحدها يعني. سلامتها. الله يسلمك. انتوا ايه؟ ما تعرفوش بعض ولا ايه؟ يعني اتقابلنا مره او مرتين. مش انت برضو اللي اسمك فاطمه اختي. وانت برضو اللي اسمك غادة جارتنا ساكنه هنا. في كليه ايه يا غادة؟ انا في كليه اداب. انتوا صحيح مش كنتوا مسافرين؟ ما انا حولت هنا. وانتي بقى ثانوية عامة؟ انا في هندسة سنة تانية. يعني مع مسعد في الكلية؟ لا فاطمة مش معايا في الكلية، فاطمة في جامعة عين شمس، انا بقى في جامعة القاهرة. تلاقيها ما جابتش مجموعة. لا يا حبيبتي انا جبت كبالن. يلا يا مسعد. انتي بتروحي الكلية الساعة كام؟ يعني حسب مواعيد المحاضرات. يلا يا مسعد يلا. خلي بالك من اختك يا مسعد. ياه الساعة بقت 11. ايه وايه يعني؟ انت مش بتقول انك بقيت حر؟ طبعا حر، بس يعني عقبال ما اروح هتبقى الساعة 12، وبصراحة لسه ما خدش على الحرية. ايه بقى؟ رجعنا نخاف تاني؟ نهد مش سهلة يا محسن. ان جيت للحق مفيش ست سهلة. يا راجل انا زي بقية الستات؟ لا بصراحة لا يا مديحة، انت حاجة تانية خالص، انا مش بقول كده قدامها يا سعيد. يا راجل بطل نفاق، ده انا لما قلت تعالى نروح عند منير قالت لك ما تيجوا عندي هنا. بقى كده يا سعيد وانا اللي بشهد لك برضو. بقول لك يا سعيد، انت هتروح عند منير امتى؟ انا بستغرب انت مالك ملهوف قوي كده على الروح عند منير. جالك كلامي؟ احنا غلابه وهنفضل غلابه يا سعيد. بس انت تفضل غلبان، انا خلاص من دلوقتي لا استسلام، حملت رايه العصيان. طب فوتك بعافيه بقى يا سميره. مع الف سلامه يا شيخ، ما تغيبش علينا بقى. واحنا نقدر است الكل ده، انت على طول في مالنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا سعيد؟ انا اتصور ما عرفتكش. ايه رايك؟ يعني نيو لوك كده، محاولة للتفاؤل يعني. انت مش محتاجة حاجة؟ ربنا يخليك. لا بجد؟ عن اذنك يا سعيد. Thank you.
هو مش فاضي ماما، ده احسن عقاب ليه. حرام يا ماما حرام. صدق الله العظيم حرامي. حرامي فين؟ في الشقه اللي وصلني. اهدي اهدي، انا مش حرامي، انا سعيد. لا انت مش سعيد. اقسم لك بان انا سعيد بدليل ان اسمي سعيد مسعد ابو السعد. طب انا اسمي ايه؟ انت اسمك سميره. يبقى انت جيت غلط. سميرة يا حبيبي في الشقة اللي جنبنا، روح اسرقها. وانا لسه هروح الشقة التانية عشان اسرق. الاقربون اولى بالمعروف. والله الحقوني. حرامي فين يا ماما؟ هو ده الحرامي؟ حرامي ايه ده ابوكو؟ ايوه انا ابوكو، بس بعد شوية تعديلات. الله ايه يا ماما؟ ايه الحلاوة دي يا بابا؟ ده انت حضرتك صغرت 20 سنة، ده انت بقيت اصغر من مسعد. انت فعلا بابا؟ ايوه انا بابا. شكلك متغير قوي يا بابا. ايه مش كده احسن؟ طب يلا يلا على اوقاتكم. يلا يلا تصبحوا على خير يا ولاد. صباح الخير يا بابا. يلا تصبحوا على خير. يا حلو يا بابا. امشي كده يا نهد، تصحي الولاد من نومهم. وانا كنت اعرف انك هتعمل في نفسك كده، ما انت راجع لي واحد تاني. مين اللي بيضرب جرس دلوقتي كده؟ انا عارفه. تلاقي حد من الجيران صحي من صوتك. رايح فين؟ هفتح الباب. لا لا استنى هفتح انا. مين؟ انا عوضيك يا ست هانم. في ايه يا عوضي؟ هو في عندكم حرام النهارده؟ حرام ايه يا مجنون انت؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ انا سمعت صوت حضرتك بيقول حرام. صوتي انا؟ انا يا حبيبتي ولا نطقت ولا اتكلمت خالص. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا، اتفضلوا. ايه واقفين على الباب ليه؟ الحقيقه انا اتخضيت قوي لما غدا قالت لي انها سمعت ناهد وبتقول الحقوني حرامي، فجيت جري. حرامي؟ بذمتك يا سعيد انا قلت حرامي؟ ده انا كنت نايمه مع سعيد في احلاها نومه، ايه اللي هيوزعنا كده في نصاص الليالي؟ هو حضرتك تبقى جريب سعيد بيه؟ امال ما شفتكش ليه وانت طالع؟ انا اخو صغير. بس حضرتك اتغيرت خالص يا انك، اللي يشوف حضرتك ما يقولش انت خالص. بس ايه رايك؟ مش كده احلى؟ احسن بس اتغيرت شويه. يخرب بيت مخي، يبقى انت سعيد بيه بس عامل نيولو. الله يجازيك. اتفضلي يا سميره، اتفضلي يا غادي. لا معلش الوقت متاخر. طب تشربوا حاجه. شوربه ايه اللي انت عاوز تشربه دلوقتي عوضين؟ ما تليمها بقى وتروح تنام. انا قلت شوربه تستهانم. طيب احنا هننام بقى. اقعدوا بالعافيه. احنا اسفين يا جماعه، احنا بس اتخضينا عليكم. كتر خيرك. انا مش فاهم انتوا مستعجلين ليه بس. معلش عشان نصحى بدري. ما احنا كمان كنا نايمين بدري، كنا نايمين الحقيقه في حالنا. مش عارفه ايه حكايه الحرامي اللي طلعت لنا دي. كنتوا بتحلموا يمكن. وعم عوضين كمان كان بيحلم؟ اتعدى يا حبيبتي. ما كنت تمسك فيهم يباتوا احسن. ناهد انا مش عاجبني طريقه معاملتك ليها. فاهم معاملتك انت؟ دول جيران والجيران لازم يكونوا لبعض، والناس في منتهى الذوق معانا. بالذمه لو كان الحرامي في شقتهم وهي صرخت كنت هتقومي من نومك وتروحي لها؟ كنت هقوم، بس انا كنت هروح لله في لله مش بغرض. مش فاهم كلامك. انت ايه حكايتك؟ هو احنا مش هننام في الليله اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي، ولا هنفضل طول الليل نتكلم عن شامه الست وبنتها؟ معاكي حق، في البيت ده مفيش احسن من النوم. صباح الخير. صباح الفل. الحلو ياكل الحلو. الله يخليك. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. السمنة دي بلدي؟ بلدي يا فندم. طيب اعمل لي واحد. أنا يا حاضر. زود السكر. أنا يا فندم.